طيب بالنسبة لفيلم ريتسا احكي لي عن دورك فيه وكواليس الفيلم. ريتسا هي كانت تجربة حلوة لأن هو ده رابع فيلم اشتغله مع أستاذ محمود حميدة بعد بحب السيما فوتوكوبي ومن ظهر الراجل. والكمان الأحلى أنه أنا وأستاذ حميدة بنعمل نفس الدور، أنا في مرحلة الخمسينات وهو صغير وهو طبعا في الحاضر، فمفروض شخصية حداد قبطان بحري في الخمسينات، والشغل معه حلو جدا. ومعرفش ليه الفيلم ده في حاجة اتكسرت كده، يعني كان دايما انا هو الناس كلها بتتعامل معاه بيبقى هو عنده الاتيتيود ده اللي هو، لكن معايا لا، معايا مسامح لي ان انا اتعامل معاه، لكن برضو كان دايما في انا بتعامل معاه حتى برضو طبعا اكيد بديله هيبته يعني اكيد. لكن في الفيلم ده عشان احنا نفس الشخصيه في حاجه كتير قوي بنعملها هي وبنظبطها وبتاع، فاول مره كنت انا بقى بهزر معاه اكنه واحد صاحبي يعني اكنه، وهو كان قابل ده ويهزر وينكشني هو كمان وكده. فدي كانت كواليس حلوه قوي. الشغل معظم شغلي كان مع عائشه بن احمد، وعائشه شاطره جدا، وعندنا كده سيكونس رقص في الفيلم هي تعلمت اسرع مني بكتير يعني، بس برضو الكواليس معاها كانت حلوه جدا كمان. والستايل ده سكه ان انا كمان الكاركتر في الخمسينات باللبس بطريقه الاداء بالشكل قبطان بحار، ف هو فيلم رومانسي كده. في معنا طبعا احمد فشاوي اخراج استاذ احمد يسري وتاليف معتز فتيحه، فشاوي امير المصري، مريم الخشت، مي غيتي، فلا معانا كاست حلو. ومفروض الفيلم ان شاء الله يعني داخل مهرجانات الفتره الجايه مفروض يعني ان شاء الله. ومستني التجربه دي يعني، مستني بتكلم ايطالي كمان كم كلمه ايطالي في الفيلم كده. طب ثانيه واحده، بتتعلم بقى الحاجات دي على جنب ولا بتحاول تقراها؟ انا تخيلت على الموضوع لان هو الدراما تسمح انه، انا مش عايز احرق قوي بس الدراما تسمح ان هو يكون شخصيه حداد دي بيتعلم لسه ايطالي في الاول يعني عايز يعرف له كم كلمه، فتعلمت كام كلمه عشان بقولهم في حاجه اللي هو المفروض ان هو الركيك في الايطالي لسه. ففي بينوفينوتو يعني دي ويلكم، في طبعا بونجورنو تشاو دي تمام، والارقام نسيها دلوقتي. طب قول لنا اي حاجه. تشينكوي تشينكوي دي كانت 5 كواترو 4 3 دوي وونو تقريبا واحد. تقريبا، فيعني كده فاهمه اللي هو، بس ده يسمح في الدراما يعني. اوكي.